يعني ان غياب القدره الفوارق الفرديه واصحاب القمه القمه ما هياش الافضل. طيب. ما هياش الافضل ليه؟ لان عدد كبير جدا من الاتقال الفنيه اللي كانت تقدر تعمل الفارق مع النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي يعني بطوله الدوري العام او المستوى الافريقي. انت بتتكلم عن عبد الله السعيد ما قدرتش تجيب حد مكانه، اصابه اجاييه مقصره بشكل كبير جدا، اعتزال حسام غالي ما عرفتش تعوضه بشكل كبير جدا، الاتقال الفنيه اللي موجوده في مركز السنتر فورد. طب هل ده يعاب على لجنه الكوره او اداره الكوره؟ هنا بقى الكلام الجزء الثاني من التحليل لمشاكل النادي الاهلي. النادي الاهلي السنين اللي فاتت وما زال كان بيمتلك منظومه متكامله لاختيار اللاعبين. مش زي بقيه الانديه. السنه اللي حصل فيها اضافات وكلام ده. يعني ايه؟ يعني مش اي لعيب كده يروح النادي الاهلي. لا طبعا. ومش اي لعيب كده يمشي من النادي الاهلي، ومش اي لعيب كده يروح لا 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 لا. لا ده في منظومه. ايوه. منظومه مشترك فيها مجموعه من اكفأ الناس اللي موجوده في النادي الاهلي بدايه من الجهاز الفني اللي بيطلب احتياجاته مرورا بيه، العين اللي بتشوف وتفحص وتمحص وتقترح، الى لجنه تعاقدات، الى لجنه تسويق انك هتبيع، الى لجنه كوره، الى مجلس اداره بيحط استراتيجيه عامه للايه؟ للكوره. دي المنظومه. طب وايه اللي اتغير؟ المنظومه حصل فيها خلل. ايه الخلل؟ الخلل ان مجموعه اللعيبه اللي مشيت المنظومه دي اللي هو اللي عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وحسام غالي، وقلنا وقلنا اجاي ده اصابه عندك. ما هو اللعيبه، ما انا بقول لك اصابه. ماشي، ما انا النهارده النادي الاهلي منظومه. اولا لجنه الكوره كان الكابتن علاء بصدر والكابتن زيزو. لا ما كانتش لما كانتش لجنه كوره دي. امال مين اللي كان لجنه كوره؟ لا لجنه الكوره اللي موجوده كان الكابتن معانا حسن حمدي والكابتن الخالد. بتتكلم على انت عارف بتتكلم على كام سنه فاتت؟ في مجلس على فكره كان المهندس محمود طارق موجود، كان عامل لجنه كوره. انا بقول كان عامل لجنه كوره كانت عضويته من لجنه كوره موجود فيها مين؟ موجود وكان موجود فيها الكابتن حسام البدري، تمام، وكان موجود فيها الكابتن طاهر الشيخ، واخد بالك؟ هو رئيس